السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعتدت على القيام كل ليلة دون استثناء، إلا أني احترت في أمر لا أجد له تفسيرا، هو أني المرات القليلة التي لا أستيقظ مع أذان الفجر كانت كلها ليلة الجمعة، نسأل الله العافية. أقول للسائل أو السائلة الكريمة، ربما صادف ذلك وهذا نتيجة تقصير، ما نمنع صلاة الفجر أو قيام الليل إلا بذنوبنا ومعاصينا وبعدنا عن الله. فالإنسان الذي يحافظ على تنفيذ الأوامر طوال يومه يكافأ بالليل على قيام الليل، يكافأ على أنه يستيقظ لصلاة الفجر. ولذلك أنصح نفسي وإخواني، إلزموا الطاعة تجزون الخير بالليل. معظم البيوت يسهر حتى الصباح ومع ذلك لا تجد فيها قائم يتهجد أو يسبح أو إلى آخره، مشغول بالأفلام والمسلسلات أعزكم الله، مصارعة الحمير والتيران إلى ما شابه ذلك. لما؟ لأنه لن يكافأ عاصي، فعلينا أن نلزم ونطيع الله. ما منعت الخير إلا بذنبي. نسأل الله العافية أخونا.